رمية التماس أغلب لاعبين يلعبونها عشوائية، يعني مثلا روح هناك بابا انت بس انت روح مسافة، يعني لعبة يجي وسوى له هيك وعليك يا ابو الحسن زين. ماكو واحد يشمر انا امشيت معه، بس من كان كابتن جميل يدربني يقول لي بابا رمية التماس تكون اسهل ما يمكن للاعب، توصل للكرة باسهل ما يمكن. شلون توصل باسهل ما يمكن؟ ويا طريقة زين حتى لا يبدل هم الاوت، يعني الاوت مرات يبدلك واحد يلعبه منه زين. الاوت من خلف الرأس نهاية ثالثة حتى لا يبدل زين. فجي شلون تريد تسوي الدفع مالت الاوت بعيد؟ الاوت الطبي استراتيجية كرة القدم